سيادة النائب كمال أبو عيطة أو السائر كمال أبو عيطة، عايزين نعرف بس النهاردة المؤتمر أهدافه إيه وخصوصياته إيه بعد إذنك؟ المؤتمر أصلا بيقول إيه مطالب العمال من القائمين على الأمور الآن، إيه مطالب العمال من الرئيس الجديد القادم اللي لسه طبعا البلد في حالة حيرة، لكن ما هي مطالب العمال إحنا بنطرحها. أولا إحنا مطالبنا لا تختلف كثيرا عن مطالب الثورة، إحنا أهدافنا أهداف الثورة، إحنا مطلب الثورة عيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، دي مطالب النقابات المستقلة ومطالب عمال مصر، لا زيادة ولا نقصان. بنضيف ليها المحاكمات العادلة واللي هي لحد دلوقتي مش عادلة ولا حاجة، وكتير من المجرمين طلقاء في الشوارع، بالعكس في شرفاء في السجون لا زالوا. احنا بنطالب بمحاكمة القتلة من استباحوا دماء المصريين، ومطالبنا اللي هي مطالب الثورة اللي هي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، احنا مع حد أدنى للأجور والمعاشات وحد أقصى للأجور والمعاشات، ومع قانون للتأمينات أصلا جديد، ومع قانون للرعاية للتأمينات للتأمين الصحي جديد، ومع قوانين أصلا جديدة للعمل، لأن كافة قوانين العمل ظالمة وظلمت الطرف الضعيف في علاقات العمل اللي هو العامل. احنا محتاجين لإعادة صياغة كافة القوانين لكي نرد للعامل اعتبار ونرد للعمل قيمة العمل، نرد الاعتبار لقيمة العمل. ايضا احنا محتاجين نتكلم عن رجوع الشركات التي اهدرت والتي بيعت وانطوت عقود بيعها على فساد، وفي احكام قضائية صدرت بحق استرداد هذه الشركات، ومنها المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين وكثير من الشركات، وبحث كافة ملفات بيع القطاع العام وإلغاء كافة العقود التي انطوت على فساد واللي باعوها في ظل النظام السابق بأقل من قيمتها. ودي طلباتنا. أيضا إعادة المفصولين من العمل، طلباتنا ان علاقة العمل تبقى علاقة مستقرة مش ضعيفة، لان ده لا يساعد على الاستقرار في العمل، واللي بيتكلموا عن عجلة انتاج اصلا اللي باعوها المفروض يتكلموا عن علاقات عمل عادلة تضمن استقرار العمال وتضمن الاستقرار في علاقات العمل، يؤدي بالطبيعة الى زيادة الانتاج. هل تم الجلوس مع مرشحي رئاسة الجمهورية لرؤيتهم في تحقيق مطالبهم؟ لا، لأن تقريبا مرشحي رئاسة الجمهورية اللي كانوا أقرب لبرنامج الطبقة العاملة وأقرب لبرنامج الثورة سقطوا أو أسقطوا. أستاذ حمدين بدرجة أولى طبعا. هل في تواصل مع المرشحين الآخرين؟ لا، مفيش تواصل. إحنا بنطرح برنامجنا وبنشوف المسألة تتم ازاي بس.